مساء الخير، مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج مساء الخير بروسيل. بونسوار بروسيل، اون افنت بروسيل. اليوم الضيف ديالنا هو السيد حسن أبكاري، مدير ميناء طنجة المتوسط للركاب، ديريكتور بورتون جيميد ديال لي باساجي. موضوع كيهمكم انتم كجالية مغربية مقيمة هنايا في بلجيكا، وكيهم الأهل ديالكم أيضا في باقي دول أوروبا، وكيهمكم أكثر لأن راه الصيف جاي، رمضان حتى هو، وبعده العطلة الصيفية، واللي موالفين كتاخذوا خاصة السيارات باش ترجعوا لأرض الوطن وتلاقوا مع الأهل ديالكم والأحباء ديالكم. هذه مناسبة نتكلموا مع الضيف ديالنا على كيفية أو لا شنو هما التحضيرات اللي كيقوم بها ميناء طنجة المتوسط، الميناء الكبير، أكبر ميناء الآن في المغرب وفي إفريقيا، ولا يتكلمنا عليه سي أبكاري. وهذا الميناء اللي ولا مهم في مسألة العبور، ولكن كيعرف أيضا، وانتم البعض منكم عارف، عاش بعض المشاكل في العبور هذه واحد السنتين. غادي نشوفوا مع سي أبكاري واش هاد المشاكل عاد باقيين او لا تحلوا. فرصه اننا نسولو، الا عندكم شي اسئله يمكن تتصلوا بنا. سي أبكاري، مرحبا بك. مرحبا. انا قلت انت هو المدير ديال ميناء طنجه المتوسط للركاب. نعم. علاش بحال كاين ميناء طنجه المتوسط؟ كاين ثلاثه ديال الموانئ. ميناء طنجه المتوسط الاول اللي هو ميناء تجاري في رصيفين الحاويات، رصيف ديال الفراك ورصيف ديال الفيروفيير السكك الحديديه، ورصيف ديال السيارات الجديده، دونك ليكسبور ديال لي فيكول نوف اللي تيتنجو 25 كيلومتر الميناء من رونو. كاين ميناء طنجه المسافرين، ميناء طنجه المتوسط للمسافرين اللي كيختص في المسافرين الراجلين، في السيارات، في الحافلات وفي الشاحنات كذلك. وميناء طنجة المتوسط رقم جوج اللي هو ميناء مختص الآن في هذه المرحلة هذه الحاويات، وعنده طاقة استيعابية ديال 5 مليون ديال الحاويات سنويا، دونك او في بي كيفالون 20 بي، دونك ثلاثة ديال الوحدات تخوا بيزنس. ولكن كان غير واحد الميناء اللي كيدوزوا منه المسافرين ابناء الجالية من كيجيو لأرض الوطن. نعم، هو ميناء طنجة المتوسط للركاب أو للمسافرين. شحال كيدوزوا في العام السي عبقاري طوموبيلات؟ السنة الماضية سجل الميناء 2,360,000 مسافر، تبارك الله، و 700,000 سيارة. وهذا الرقم بالنسبة لكم عادي، كبير، قليل، كيفاش كتفسروا انتم؟ اللي مهم في هذا الرقم هو أن النصف ديال هذا الكم كيدوز في واحد المدة قصيرة جدا اللي ما تتعداش شهرين، اللي هي طبعا فصل الصيف، والباقي مفرق على السنة. إذا الطاقة الاستيعابية للميناء على طول السنة كتوصل، كلها توصل إلى 7 ملايين، لا كاباسيتي نومينال يمكنها توصل إلى 7 ملايين مسافر، ولكن هاد الذروة ما كتسجل غير في العودة مثلا المكتفة أواخر شهر غشت، اللي كنوصلوا إلى 32,000 مسافر و 8,000 سيارة يوميا. داكوغ. دونك بور لانستون يعني لا كاباسيتي ديال الميناء مازال ما وصلتش يعني النيفو ديالها العالي. نعم، يعني مثلا يعني كتشتغلوا في ظروف عادية. نعم. علاش كيوقعوا بعض المرات المشاكل كنسمعوا أو لا سمعنا؟ نعم. الميناء فيه نعم. كاين جوج المحاور، كاين واحد المحور اللي هو كيهتم بالطاقة الاستيعابية للميناء كانفراستركتور كبنية تحتية، وكاين كل ما هو يتعلق بالطاقة الاستيعابية للبواخر، بحيث أنه حنا عندنا واحد المجموعة ديال لي بروسيسوس اللي كيجي المسافر خصو ياخذ بطاقة الولوج أو لي كارت دومباركومون، موراها خصو يختم الجواز، موراها كاين التفتيش الجمركي، موراها كينتظر ولوج الباخرة لقصد السفر. خص لو ديمونسيونمون ديال كل واحد من دي بروسيسوس يكون كيمكن هذاك المسافر أنه ما يوقفش في وسط الطريق، في الطريق ستادير منين يجي خص تكون الطاقة الاستيعابية كافية في الانفراستركتور، في لورغانيزاسيون، باش نعطيوه بطاقة الولوج دون أن ينتظر أكثر من 20 دقيقة أو 15 إلى 20 دقيقة مثلا. ومن بعد يعني 20 دقيقة في كاع هاد المراحل، هي المراحل كلها ديمونسيوني على 20 دقيقة. وهادشي درتو يعني عندكم معايير اللي كتعتمدوا عليهم؟ طبعا طبعا، حيت كاين جيستيون ديال لي فيل داتون، طبعا كاين اليوم الوصول كيجي عبر طريق السيار. طريق السيار فيه 5 ديال النقط ديال دو سيرفيس، وهاد 5 النقط كيعطونا تقريبا 4 السيارات في كل دقيقة، أي سيارة كل 15 ثانية، دونك كنعرفوا بالضبط أشنو هو الإيقاع ديال السيارات اللي غوصلنا للميناء. زيادة على ذلك أن حنا في ارتباط
متواصل مع اداره الطرق وخاصه الاديم اوتوغود دي ماروك اللي كتعطينا العدد السيارات اللي كيدوزوا من القنيطره. وكنعرفوا من بعد اربعه الساعات شنو هو الكم السيارات اللي غيوصل من اللوسه ومن هنا شحال من كم السيارات اللي غيوصل عندنا. يعني هادشي بطريقه استباقيه كتدبروا انتم المسائل ديال التنظيم ديالكم. كنتبعوا السيوله ديال الحركيه في الطريق السيار قبل الوصول للميناء باش اون با سوبيغ اون سيتياسيون. طبعا الميناء هادشي عنده الحد ديالو شنو هو الطاقه الاستيعابيه ديال البواخر. اني هنا خديت بطاقه الولوج، هنا طبعت الباسبور ديالي، هنا درت تفتيش جمركي، وصلت لباحه الانتظار قبل ما نركب في الباخره، الباخره ما كافياش، ما كايناش، معطله الى اخره، كيوقع اكتضاد في البريمباركومون الانتيغيو دي بور داخل. يعني هذا ماشي مشكل ديال الميناء. ماشي المشكل ديال البنيه التحتيه هو المشكل ديال الميناء، طبعا باسكو حنايا مسؤولين على توحيد لارمونيزاسيون بين لي موايان دو برودكسيون اللي كنوضعوا. حيت هذا ماشي جواب، ما يمكنش نقولوا ماشي مشكل الميناء، لا بد اننا حنا ندوزوا ليتاب سويفونت، وهذا الشيء اللي درنا مثلا السنه الماضيه، اننا دخلنا في هاد النقطه تاع هي اللي هي طاقه استيعابيه البواخر، وتم تجنيد لاول مره راس مال يناهز 30 مليون درهم لكراء باخره. الهدف منه ماشي كان اننا نضمنوا الطاقه الاستيعابيه، حيت هذا سي لو رول ديال لي زونتربريز دو ترونسبور ماريتيم اللي كاينين، شركات الملاح البحريه. اسمح لي غادي نقطعك السي عبد الكريم، كاين معنا شي مكالمه. الو. وي الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معنا؟ حسين اخويا من بروكسل. تفضل السي حسين، عندك شي سؤال عنده علاقه بالموضوع؟ اي نعم. تفضل. انا عندي واحد الملاحظه، لانه ملي كنوصلوا انا كناخذ البيي ديالي في الطريق ملي كنجي غادي لطنجه. باش نمشي نجي لبروكسيل كناخذ البيي ديالي في الطريق باش زعما باش ما يكونش ذاك السحاب وذاك الشيء. وعاوتاني كان ملي كان يلا كنوصل للميناء، قبل ما ندخل للميناء كان دي كيشي باش فهاديك بعدا كان واحد ذاك العام تقريبا شي 45 مينوت باش تاخذ البيي ديالك. لا باش نكونفيرمي البيي ديالي. داكوغ، شنو السؤال ديالك؟ أنا السؤال ديالي بأنه السيد هو تيقول لك 20 دقيقة تاخذ في هذيك المرحلة سي امبوسيبل. أنا ما عمرني وقع 20 مينوت قدر في الصبريون، أما في المغرب لا. فأجي عمرو دوزتي على طونجي ميد. ديما طونجي الميناء الميناء المطول الكبير. يعني بشحال كدير أنت يا دقيقة بلي توصل حتى توصل الباتو؟ تتصبطوا على الاقل واحد ساعة ونص. على الاقل ساعة ونص. ف ما غاديش نكذبوا على الله، لانه في هذيك المرحلة ديال شهر 7 وشهر 8 راك عارف راه كاين السحاب وداك الشيء، واخا ولكن عاوتاني جيت عاوتاني في من غير موات سبتمبر، على فان ديبي سبتمبر كانت شوية القضية مرخوفة، ولكن سا ما بخي كوميم واحد 40 مينيت. داكو، شكرا. بارك الله فيك، جزاك الله. شكرا. 20 المهم 20 دقيقة أنا نقول يمكن يعني لوبجيكتيف، ولكن في الواقع يمكن ما شرحتش راه كاين حتى يومين لو وقعت هذيك واحد المشكلة واحد النهار. كانت يومين في السنوات المنصرمة افكتيفمون، ولكن الحمد لله ما بقاتش، هذه تقريبا واحد العامين. داكوغ. العام اللي فات ميم في وقت الذروة حتى شي واحد ما فات ساعتين ديال المكان ما بين المومون فين كياخذ بطاقه الولوج. وهنا كاين واحد النقطه مهمه اللي خصني نشير لها، هو هاد لاكارت دومباركوم اللي كنهضروا عليها، سيت لاكارت دومباركوم ديال الميناء بحال في المطار، سيتادير كونتخيغمون لي زوطخ بور، لاكارت دومباركوم هادي ديال الميناء، اذا وفيها الساعه فاش كتعطى، وكنتبعوها حتى الساعه فاش كيركب في الباخره بلا ليكتور ديال لي كودابار ديالها ومومون ديال لومباركوم. اذا لي ستاتيستيك اللي كنبنيو عليهم سي ستاتيستيك كي سون غيال. دونك هاد السيد ما كيقولك يعني لا ساعتين اون مويان باش قل من ساعتين، هذا هو اللي انونسينا حنا كوم ريزولتا افكتيف اللي كان في 2015. حتى في وقت الذروه الناس كلها دازت في اقل من ساعتين. دابا حنا ملي كنديروا الديمونسيونمون ديالنا كناخذوا بعين الاعتبار واحد لوبجيكتيف اللي هو 20 دقيقه ما بين لي فورماليتي. دابا دخلتي في الفتره ديال لا كومباني مرحبا، كي هاد بطاقه الولوج كيتعطاو من دون نزول من السياره، سادير كاين دي كيشي في الطريق
اللي كتجيب السياره ديالك كتوقف وكتاخذ لي كارد نومبركم بلا ما تنزل دون الارتجال بلا ما تنزل دونك هادشي كامل. اسمح لي غادي نوليو نشوفوا سؤال اخر يمكن عنده علاقه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. باغا نرد على 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 الاخ. شكون معنا سيدي بعد الاول؟ انا معك عبسام مولا ملك. تفضل اسي عبسام. الاخ قال لك دير 20 الاخ قال 20 دقيقه ما شاء الله اخويا كان دور انا هو ما سافرش جاب لي الله فهمت؟ لو كان سافر يعرف واش 20 ولا جوج ولا ثلاثه. لا رحنا كنتمحنوا خويا والله كنتمحنوا عرفت شتي كنتمحنوا. واش ركبتي في طونجي ميد؟ نعم. لان احنا كنتكلموا على الميناء المتوسطي. طنجة المتوسط. ديجا انا بس من تما ثلاث. الو اسمح لي ديجا انا بس من تما ثلاث مرات ودابا حلفت ما باقيش نقز من تما. واخا اسمح لي اسمح لي فوقاش اخر مره دزتي من تماك؟ اخر مره دابا هادي عامين. واخا يلا زيد وغادي تفضل. لان اول مره بقينا ملي وصلنا الميناء بقينا كنستناو تما سيدي شتفونا تما حاشاكم بعدا بحال كلاب داروا لنا وحنا على الكلاكسون الميناء كلاكسون والباطو خاوي وما كاينش اللي يديها بينا شنو كيديروا؟ كيقوزوا في الباطو كيضحك علينا كيضحكوا علينا فهمتي وحنا على الكلاكسون فهمتي بحال اللي ماشي بالعروسه. واش غنقول لك؟ مهزله والله مهزله. ومره ثانيه شنو وقع لنا؟ طلعنا العام سيدي الباطو تغدينا قدينا قال شي عندنا عام سيدي دارنا الغداء بدينا كنتغداو اسمع في الباطو هذا الشيء. واحد الساعه نقول لك بين ساعه و20 ساعه ونص كنسمعوا سمحوا لينا راه غادي نخرجوا نرجعوا من باطو واحد اخر هذا ما عندش شي وكيفاش بوكوا وكل شيء مقلوب وحنا كنتغداو. قال لك اودي حقا راه طاحتنا السلسله وما قدرش نجبدوها راه 50 فايته 50 متر ويا وخصك ترجع مشاري انا فهمتي ولا؟ اوكي واش غادي نقول لك؟ فوضى والله فوضى من تما صافي المره الثانيه حلفت قلت فيه صافي الو هي اللي كاينه. الو اللهم سبته اللهم سبته وانا نبقى والفرا نبقى دائما. هادشي اللي بغيت نسولك دابا كدوز على سبته. كندوز على سبته دابا دائما. واخا صافي شكرا. حنا زعما كنبغيو نعاونوا بلادنا ولكن هما ما كيعاونوناش. هو غادي يجاوبك غادي يجاوبك ولكن هذه عامين قلت لي ياك. عامين ان شاء الله. صافي غادي نسول واش بصح هادشي عامين وقع؟ وشنو من بعد هذه عامين وشنو داروا؟ تفضل يا سيدي قاري هذه عامين واش كان هذا المشكل هذه عامين 2014 كان مده الانتظار فوق الضربه وصلت الى 23 ساعه وهذا وكان السيد عنده الحق هذه عامين وقع هذا الشيء وهذا الشيء كان في البلاغ ديال ميناء طنجه المتوسط حيت هذه حاله اللي حنا خدينا بكل جديه حيت حاله نادره اللي يمكن يوقع فيها مشكل كبير الله يستر. قدر تكون لا ديزيدراتاسيون الناس اجي قدر وكاين لا بوليسيون كاين البوزوان ديال الماء كاين واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كتخلق من هذا الانتظار الطويل وهذا الانتظار هذا السبب ديالو واضح هو قله الطاقه الاستيعابيه ديال البواخر. السنه الماضيه وانا كنهضر مزيان على 2015 ما كاينش اللي دوز في الميناء اكثر من جوج ديال الساعات واخا فان اوت كنهضر على 26 27 28 29 30 31 اوت في الذروه 32000 مسافر 8000 سياره ما كاينش يدوز اكثر من ساعتين وخير دليل على ذلك هو اليوتيوب. داكو غادي دابا باش نفهموا الناس هذه عامين فعلا وقعت واحد نسموها كارثه واحد النهار نعتبروها كارثه انسانيه يمكن هذاك تنتظروا 29 اوت في ظروف مزريه ما كانش الميناء ما وفر لهمش سبل الراحه باش نقولوها لان بزاف انا تنسى الفيديوهات ما عندهم في المسائل الصحيه ما كايناش فين ياكلوا ما كاينش ولكن كتقول استثنائيه وخساروا هذه المساله ملي كيكون عندك 20000 نسمه في واحد المنطقه محدوده اللي هي هي مدينه 20000 نسمه بلا لي ديسبونسير د 20000 نسمه بلا لي زيبيسري بلا لي فارماسي كتوقع لك كارثه كتولي كتجري ان كون دو ريفوجي داكور ولكن من بعد عامين باش نكملوا لنا معنا مكالمه اخرى ولكن من بعد عامين كتقول لك بان ما حاولتوا 2015 درنا واحد البرنامج اللي فيه تعزيز الطاقه الاستيعابيه اولا ديال البواخر وفيه طبعا اصلاح واحد المجموعه غادي نوليو نتكلموا حتى هاد الساعتين واش هاد الساعتين فيهم سبل الراحه لان ساعتين هكا بالهضره سهله ولكن ساعتين تحت الشمس ومين يكونوا عندك الاولاد ولي بيبي وخصهم يرضعوا وخصهم يمشيو لي تواليت وخصهم ياكلوا حتى هذيك راه خصها نوفروا لها الشروط ديالها نشوفوا الميناء ديالكم واش كيوفر هاد الشروط. معنا مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي رشيد من سكاربيك. تفضل اسي رشيد.
سي تجيني بغيتي ندخل زعما الحمد لله ياد ليفوليسيون راه دابا كنهضروا على جوج سوايع ولا 45 مينوت راه افونست دي 7 8 اور دي 10 اور الواحد كان كيتسنى في لونسيا بور دو طونجي الحمد لله دابا سي اون اي باسي ا 2 اور ولا 1 اور ولا 40 مينوت اون بو سيستيم اور الحمد لله ما انت يا خديت لهذا البور ولا لا وي اي كي سي كوا لا ديفيرونس افيك افون ولا مع لا ديفيرونس مع طنجة المدينة يا بوكو بلوس دو نيدام الحمد لله سي بوكو ميو كلونسيان بور D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord, mais comme on dit, oui, parce qu'à 12 heures, à 12 heures, à la Sefta. Non, au contraire. À la 12 heures, à la Sefta. 12 heures, à la Pange, nous avons fait. 12 heures, à la Bled, directement, à la Sefta. Ça revient à la même. À Zidra, à la Sefta, 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 à la Sefta. أخويا انا متفق معاك نعاونوا بلادنا ولكن راه حتى دوك مزيان الميناء ديال بلادنا ولكن البابره تقريبا 99% ديال اسبانيا دونك حتى هاد بلادنا خصها تفكر دير لي باتو ديال بلادنا باش نعاونوا بلادنا ان شاء الله نتمنوا ياك هذه رساله ندوزوها شكرا السي رشيد ماشي شكرا انا سي عبقري دونك كاين هاك وهاك هاد السيد اللي مشى على سبته اللي راه يمشي دابا على سبته نتمنوا له هذا العام يدوز على ميناء طنجه المتوسط وقلنا كي دايره الامور يعاود يعيطنا من قبل يمكن راه نحاولوا نشوفوا السي عبقري هذا الشيء اللي كيقول نقول للسي عبد السلام هو ان حنا ملي كنكونوا كنهيئوا لا كومباني مرحبا راه حنا في واحد النيفو ديموسيون اللي عالم بغير الله باسكو كنتسناو اخواننا اللي عايشين في المهجر غيجيو وغيشوفوا شنو وجدنا لهم وراه ما كاينش الجواب ما عندناش الجواب ملي كيقول لك واش ما عارفيناش جايين لا عارفينكم وعلاش ما وجدتوش لينا راه ما كاينش اللي عنده فينا الجواب اذا فالاستعدادات على قدم وساق وفي البحث الحقيقي الحلول ديال الصح اسمح لي السي عبقري معنا مكالمه اخرى الو السلام عليكم وعليكم السلام سيدي شكون معنا الو وي شكون معنا سيدي كريم نسكاربك تفضل السي كريم المهم عندي واحد المداخلة يعني ما عندي واحد المداخلة بالنسبة لآخر يعني عندي كنشوف بأن واحد الدولة بحال المغرب اللي عندها واحد عدد كبير بالنسبة ديال الجالية ديال العريج يعني 5 ملايين تبارك الله ولكن واحد الدولة بحال المغرب ما عندهاش أسطول البحري يعني هذه كارثة بالنسبة لآخر يعني بالنسبة للدول بحال المغرب اللي عندها الناس اللي عايشين وباش نعرفوا يعني يعني واحد الدور اللي كتلعب الجالية المغربية بالنسبة للاقتصاد ديال المغرب. راه ستاتيستيكمون يعني المداخل ديال الدوفيز ديال الجالية أكثر من المداخل ديال الفوسفات باغ اكزومبل. يعني واحد الرقم اللي خيالي. أنا تكلمت على الأصول البحرية فعلا ما عندناش للأسف ولكن المهم كل شيء واعي بانه خص يكون المغرب يكون عنده باش يحقق واحد الاستقلال فيما يخص المجال ديال النقل البحري استقلال ذاتي ولكن بون هذه هي الرساله ديالك السي كريم واحد الرساله اخرى بالنسبه لاخر دابا حنا كجاليه مغربيه اللي عايشه في الاخر يعني عندها واحد الوزير سميتو انس بيرو كيمثل الجاليه المغربيه شي خسر خصك تصب في نهار الاخر البرنامج باش حنا يكون واحد الاتصال مباشر ان شاء الله ان شاء الله راه وجهنا الوزير اللي وجهنا له رسالة وما جاوبناش. باردون؟ وجهنا له رسالة ومازال ما جاوبناش. ايوا ان شاء الله يجي ان شاء الله. شكرا السي كريم. شكرا. سي 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 عبقري باش نزيدوا لقدام، دابا وشنو موجدين مثلا لهاد عملية مرحبا ديال 2016؟ الهدف الأول هاد السنة هي أولا تكرار نفس الأرقام اللي كانوا السنة الماضية، حيث أننا كما قلت لك سجلنا دخولا 31,000 مسافر و 8,100 سيارة في يوم واحد هذا وقت الذروة واللي دازوا في ما يقل وكنعاود نقول على 25 دقيقة في الدخول حيت كيطبعوا الباسبورات جوازات ختم جوازات كيكون في الباخرة وبالنسبة للرجوع سجلنا رقم 32,300 مسافر و 8,000 سيارة ودازوا كلهم في أقل من ساعتين أقل من ساعتين في وقت الذروة إذا هذا الشيء كان الفضل ديالو كيرجع للطاقه الاستيعابيه ديال البواخر اولا يعني بشحال كاين باخره السي عبقري اللي كتزيد ما بين 8 و 13 باخره في النهار ولا في اللي كتخدم على مدار الساعه في النهار طبعا
حنا دابا في السنه الماضيه شنو كديروا بعد لا لين اللي عندكم؟ شنو هو الخط؟ عندنا خط اللي كيربط ما بين ميناء طنجه المتوسط ميناء الجزيره الخضراء. وي. هذا هو اللي فيه تقريبا ما بين 8 الى 13 باخره على حسب اش من فتره في السنه. مثلا فوق الدروه ملي كتسد طونجيفيل كدير طونجيفيل طريفه كناخذوا حتى الباخره ديال طونجيفيل كنجيبوها لتما كنعليو ب 13 باخره، سينو كنخدموا ب 12 باخره. داكو معنا مكالمه سمح لي سابقا سمح لي كنقطعك ولكن الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام اسيدي، شكون معنا؟ كيجيني ابو مروان من سكربيك. تفضل. شكرا بارك الله فيك. الو كنسمعوك. سيتي جيني انا بغيت نتكلم على قضيه تاع المريا ماشي على لا ولكن هذا معنا دابا المدير ديال طنجه المتوسط. ومن المريا ما عندناش مشكل معاه؟ لا ميناء هو ماشي ديال المريا. ولكن اطرح السؤال ديالك غادي نشوفه. نعم. الو اطرح السؤال. الو. والو كنسمعك سيتي جيني. شنو هو السؤال ديالك؟ انا بغيت نسولو ما هي القضيه تاع الباطويات اللي موجودين تما محجوزين في المريا تاع المغرب. ما هو السبب؟ شكرا. وبغيت نزيدك واحد القضيه اخرى، بعض الفترات كنكون كيعرفوا بانه غادي يكون العدد موفر كثير ومن كيخلطوا الناس كيقولوا تفاجئنا. يعني غادي نقول كيما على المريا ولا على طنجه كيقولوا تفاجئنا، واش انتم ما عارفينش العدد اللي غادي كيكون؟ شكرا. هذا الشيء قلته قبيله سي عبقري، كيقول لكم الناس انتم ما عارفين. نعم سيدي. الو بالنسبه لالميريا الاختلاف ما بين لالين الخط ما بين الميريا والناظور وما بين الخط ديال الجزيره الخضراء وطنجيميد هو ان الميريا سيتون لينا غيزيرفاسيون، سيتي الخط اللي كان كيتعرف بالضبط شكون اللي شرى التيكي ديالو في النهار وفي الساعه، حيت منين كتعمر الباخره كيحبسوا لافونت. تدير سي دي ليني ريزيرفاسيون عارفين بالضبط شنو باعوا. المشكل اللي يقدر يوقع ويكون فيه اكتضاد هو ان الباخره تخسر ويبلاصوها في شي باخره صغر منها، الطاقه الاستيعاب ديالها صغر منها، او الباخره ما تكونش كاع اللي عطاب فني. دابا الى حاولت نفهم هذا الشيء ما كاينش في طنجه؟ لا في طنجه سي اون لا فونت تو بور، سي تادير الناس ما كيشريوش اللي بيقبل، تيجي وتيقول ملي غنوصل للميناء غنشوف اول باخره خارجه غنركب فيها. اذا والناس اللي شارين اللي بي اوبن ما كتعرفش بصح شحال ديال الناس غادي يجيو في هذاك النهار ديال 25 او النهار 26 او النهار 27 الى اخره. طيب شنو هي الطريقه المثلى؟ الطريقه المثلى اليوم اللي حنا توصلنا لها واللي مشروع قائم في ميناء طنجه المتوسط خدامين عليه هو السيستيم دو ريزيرفاسيون بحال ديال الطائرات، بحال السيستيم اماديوس ديال الطائرات اللي غادي يوحد لا بلاتفورم دو فونت لجميع شركات الملاحه البحريه، باش حنايا كسلطه مينائيه او السلطات المعنيه كيمكن لها تشوف شحال كاين من بي اوبن اللي كاينين، وهذيك تما غتسهل الماموريه. حيت غنقول للناس غتدخل السيستيم وغتكلوز تيكت، سادي غادي تسد البيي ديالك غتقول انا غنمشي في هذا التاريخ هذا وهذا الديبار هذا، والا وصلت في هذا الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه طبعا، ومنين غادي تلقى هذاك الديبار عامر غادي السيستيم يقول لك اللي موراه ولا النهار اللي تابعه باش ما تجيش. هادشي فوقاش غادي يكون؟ هذا المشروع هذا باقي له تقريبا واحد سنتين باش يكون دخل حيز التنفيذ، دونك الدراسات ديالو دارت كملناها ديجا حتى لي زابيل دوفر تلونساو. دونك تفضل تفضل اسمح لي نقاطعك. معنا مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. سيتي جيني. نعم سيدي. سؤال. شكون معنا؟ محمد من سان جوز. تفضل. في الحقيقه الاشكال خاصه في ميناء طنجه خاصه في قضيه العوده. العوده كل سنه تسجل مشاكل يعني عويصه جدا في القضيه ديال الرجوع ديال الجاليه المغربيه في اوروبا. وهذه سبحان الله كل سنه الناس تشتكي من هذه القضيه ديال الاكتضاد وعدم يعني النظام في قضيه العبور الى هادشي اللي كنتكلموا عليه. انت بالنسبه لك باش نزيدوا لقدام شنو خص يتحسن في النظر ديالك؟ سيتي جيني هو المساله هي مساله الاداره بكل صراحه، نقول لك بكل صراحه، وانا نقولها لك سيتي جيني، انا افضل الان افضل الطائره على اخذ الباخره. لا هذه ما فيهاش شك سا ديبون، ولكن لا كاين الناس اللي كياخذوا بكل صراحه انا تقريبا ولكن الناس اللي ياخذوا الباخره في طنجه، والان انا افضل الاخذ خاصه حتى الطائره وحتى الطائره وما كناخذش لا رويال اير. لا شوف الو نعم
دابا انت الناس اللي بغاو ياخذوا الباخره ياك وباغيين يدوزوا على طنجه المتوسط، ميناء طنجه المتوسط. نعم. انت يا ما عرفتش واش عندك شي تجربه في هذا الميدان، وشنو خص مثلا شي حاجه يحسنوها؟ هو معنا المدير كيسمعنا باش من يرجع للاداره ديالو يقول لهم انا سمعت في بلجيكا كيقولوا هذه وهذه الملاحظات ديالهم، خصنا نخدموا عليها باش نسهلوا لهم العبور ديالهم. هو مساله تقنين قضيه الرجوع. قضيه التقنين في هذيك الوقيته اللي يكون فيها الاكتظاظ يفكروا في خلق واحد الطريقه ديال 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 العبور باش يكون فلويد، يعني باش يكون دغيا دغيا. لا ماشي قضيه دغيا تيجي، ماشي قضيه دغيا دغيا، انا هذه قضيه دغيا، لان علاش؟ لان هناك اسر، اسمح لي، هناك اسر عندهم اطفال رضع وكاين اطفال صغار يتعرضون للشمس. واحد المجموعه تاع الامور هذه خصها تؤخذ بعين الاعتبار. انا ما نقولكش في ساعه في ساعه، هذاك الشيء بالتور كيما حنا في بعض الدول الاوروبيه، هذاك الشيء مقنن. ولكن كاين شروط الراحه، كاين الظروف ديال الراحه. ولكن ما كتقديش من الرابعه ولا الخامسه صباحا حتى الرابعه صباحا. شكرا، الرساله ديالك وصلت. سي فري سي عبقري، مثلا الناس اللي عندهم الوليدات وكيتسنوا في الشمس. نعم. وشنو وفرتوا لهم مثلا باش ما يبقاوش في الطوموبيله في الشمس ضربه؟ وتعرف الطوموبيله في هذيك الاوت حتى ل 40 درجه 45 درجه وما عندهم الوليدات كيتسوا، واخا تقول لي ساعه ونص. نعم. ساعه. نعم. راه بزاف ساعه في الشمس. وشنو هما يعني، واش كاين الوسائل زعما ديال الترفيه مثلا، شي فضاءات اللي فيهم الظل اللي كليماتيزي؟ نعم. ما عرفتش هذاك، ما عرفتش في الدول اللي فيهم مثلا الناس اللي انا مشيت للحج هذا العام، ويعني في تماك المملكه العربيه السعوديه في المسائل هذوك المساحات اللي فيهم كيطلقوا هذوك الرياحات فيهم الماء ولا بروميزاتور ولا ما كيسوش غالي هاد المسائل التقنيه زعما، واش غالي على ميناء طنجه المتوسط يطلق عليهم شويه الماء وشويه الريح؟ لا ما غاليش. لا طبعا طبعا حتى حاجه ما تغلى على ابناء الجاليه، وهذه راه نقطه راه خصها باش نكونوا فاهمين عليها. راه ما عمرنا حنا كناخذوا القرارات على اساس واش غاليه ولا ما غالياش، حيت اولا هذه مساله وطنيه، سادير خصنا نحلوا سيتام بروبليم دابور دو سيرفيس بوبليك، سادير خص هاد الناس يدوزوا في احسن الظروف، ماشي البحث ديالنا هو شنو غادي نربحوا، حيت ما تنقلبوش على الربح من هذا من لا كومباني مرحبا. كومباني مرحبا راه قال الاخ قبيله كان نسي عبد السلام اللي هضر على الدور اللي كتلعبوا الجاليه المغربيه في اقتصاد المغرب، وهضر على واحد المجموعه ديال النقاط اللي في محلها بدر. انا ماشي طيب، شنو هما وسائل الراحه كتفكروا فيهم اليوم؟ مثلا هذه السنه اونيفو ديال لي بريومباركومون كاملين عملنا على وضع بين كل صف ديال ستاسيونمون السيارات مساحه مغطاه اومباجي باش الناس يقدروا ينزلوا من السياره ديالهم ويجلسوا في هذوك لي زيسباس اومباجي. كيفاش فيهم ضليله؟ مضللين، مساحات مضلله. طبعا زدنا من سامبل ودوبل، سادير المرافق الصحيه اللي كانت في الميناء ضربات في جوج في 2015، زاد تعزيز ديالها مناطق خارجيه على هادو الوضوء للصلاه الى اخره، حيت كيكون واحد الان بزوان في هذاك الوقت، وباش يبقاو هذوك لي طواليت السيرفيس ديالهم فوالا. وزدنا عاوتاني مثلا هذه السنه عندنا الويفي غراتوي في لونسومبل ديال البور 30 هكتار، راه الانفستيسمون ديالو راه تقريبا 3.5 مليون ديال الدرهم في الانفراستركتور، وما يناهز 350 الف درهم ديال فاكتوره ديال لا كونيكسيون. درنا الماكله الشراب مثلا، طبعا لا ملتيبليكاسيون ديال لي بوان دو ريستوراسيون، كاين الان محل ديال الاستراحه ديال الاكل في ريستوران ديوتي فري الى اخره في 1400 متر مربع، الثاني فيه 500 متر مربع، والثالث فيه 300 متر مربع، كاينين ثلاثه، واحد في الكي 2 3، واحد في الكات 5، واحد في 6 7. وقادرين هادو الطاقه السعبيه ديالهم قادره يعني كنعززوهم بواحد الرغبات ديالكم، كنعززوهم بنقط ديال البيع حدا لي بريومباركومو وعلى دي سيرفيس. كديروا كيوسك؟ ابسوليومون كنديروا كيوسك، درنا العام اللي فات 16 كيوسك، ودرنا فوندور امبولونس، سيغ هاد الشركات اللي كاينين كيخرجوا الماء كيخرجوا هذا بور بوفوار سيرفير. اسمح لي معنا شي مكالمه. الو. السلام عليكم سي تيجاني. وعليكم السلام، شكون معنا سيدي؟ معك احمد مونفرس. تفضل اسي احمد مونفرس. شكرا على هذه الاذاعه، صافي ديزاني كنا نساينوا شي واحد نهضروا معاه مع ديال لوبور. ها هو ها هو سي المدير. السلام عليكم. السلام عليكم. بلا هضرتي على القضيه ديال لي روتار بور لي باتو، انا عندي زعما واحد اونيدي
بوغ ايفيتي هذوك لي غوتار ملي كيخلط البابور. دابا نهضر لك على ديريكسيون الخزيرات طونجي. ملي كيخلط البابور لطنجة انا لاحظت بعينيا كاين ثلاثة بيبان وكيجيو لي دوانيي في الفم تاع البابور وكل بابور اللي كتخش بالبابور كيقربوا لها واش طبعت ولا ما طبعتش. سا بخون 5 6 8 سكوند باغ فواتور. دير الحساب الا كاين 350 فواتور على الانتيريور دو باطو كاين واحد اسبانيول جالسين لي بغا كروزي كيضحكوا علينا. وبورتون طونجي عندكم تسعة بوركوا نو با فيغ ديسوندر بحال في الخزيرات دون سيركو توت لي فواتور لي زاليني دون ان باركينغ غير بعيد وتما كيديروا يديروا داك الشغل ديالهم تاع لي 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 باسبور طومبوني ولا لا. الوغ اون غارغا بوكو دو طون لو باطو يغست اون اور اكيت منك طونجي. الخزيرات كنشوفوا فيهم غير يخرج البابور كيبقوا يخرجوا الوطن يخرجوا 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 مش لهي عند لا دوات تبقى دايرين الفيله وحنا ديريكتومون من بعد كنطلعوا. اوكي تخوا كيغدو دو طون بابور اخرى. الرساله ديالك وصلت شكرا. شكرا مع السلامه. يمكن هذه آخر مكالمة لأن الإخوان عندهم التزامات عندهم لقاء سي المدير ومع زميل ديال المدير آخر ما راهش حضر معنا في البلاطو لكن عندهم لقاء مع ممثلين ديال الجمعيات المغربية هنا في القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل. عندهم لقاء مفتوح حنا خدينا الفرصة واستدعيناهم للبرنامج. مساء الخير بروكسل. الجواب على هذا الشخص باش كاين غير واحد الفرق ما بين ميناء الجزيرة الخضراء وميناء طنجة المتوسط. وميناء الجزيرة الخضراء ملي كتكون خارج من ميناء الجزيرة الخضراء ما محتاجش تطبع. الا ما طلبتيش انت تطبع ما محتاجش تطبع وما كاين حتى شي ما كاينش اون بروسيدور دو ريشيرش حيت كيعرفوا ان كاين دي زاكور دو كولابوراسيون في ماتير دو سيكوريتي اي دو سورتي والمغرب كيدير ان كونترول كي لو يعترف به الان دوليا والاحرى في اسبانيا. بالنسبه للكونترول في الباب الباطو هي حقا يقدر يبان انه واحد الشيء ما تيديرونجي شي شويه الركاب ولكن اللي خصنا نعرفوه هو اون فوا كيدار هذاك الكونترول من بعد كيبقى غير لو كونترول دواني في الجيت نيميرو 3 والمده الزمنيه ديال الخروج حتى في وقت الدروه راه ما كتعداش 40 دقيقه اللي كيوصلوا 3 4 البواخر في مره وكيهبطوا راه كنخويو الباطوات بثلاثه ولا باربعه وكيخرجوا من الميناء في ظرف 40 دقيقة وكنظن أن الناس كاع اللي استعملوا الميناء وحتى شي واحد ما هضر على فترة الدخول حيت ما عمرو كان فيها مشكل من 2011 ما عمرو كان فيها مشكل. مسألة ديال الطبيع في الباخرة والكونترول في الباب ديال الباخرة جات باش تسهل المأمورية على أبناء الجالية حيت ملي كيوصل للبلاد خصو يدخل للبلاد ماشي يبقى واقف. لا هو كيقول لك زعما علاش في الباب ديال الباخرة كيبلوكي كاع الناس اللي لداخل؟ على حقاش أولا خرجهم الحساب اللي عطى راه هو هذاك راه 8 ديال الثواني إلى 10 الثواني ملي كتكون 300 طوموبيل وأربعة ديال الرجال الأمن الوطني راه تقريبا هذيك 600 ثانية وهذيك 600 ثانية راه هي 10 دقائق دونك هو كيخوى الباطو إيفيكتيفمون في واحد المدة 40 دقيقة لأن نحسبوهم كاملين. ولكن مع الكاربيرون كيكون جبات تما كل الناس في هذاك الباركينغ ديال ديال الباخره راه بارفوا كتق النفس في عباد الله وسيرتو كاين الاطفال والنساء. كاين هذه النقطه هذه اللي مهمه جدا. الو حنا شنو كنديروا في لاوت سيزون حيت الاهم عندنا هو نطلقوا الباطو يمشي يجيب ناس اخرين حيت الباطو مثلا كنديروا له واحد الحساب ديال اربعه ديال روتاسيون كنهبطوا الناس كيخرجوا من الباطو كيبعدوا على واحد المسافه ديال واحد 50 متر كيبقى طبعا لو ريسك ان يهبط شي واحد ما طابعش وهذا المسائل الامنيه مسائل تنظيميه وصافي مسائل تنظيميه ولكن هذا زعما تخاد بعين الاعتبار هذا لا رومارك الاخ ديال لا هي تخاد بعين الاعتبار وغادي نعملوا ان شاء الله على تحسين. طيب باش نلخصوا هذا الشيء ونشكركم بعدا على تلبيه الدعوه. طيب الاسئله كانوا زعما ظريفين واخا الناس كيبغوا مصلحه لبلادهم وكيبغوا زعما هما ما كيبغوش يعني ما كيطلبوش بزاف كيطلبوا يعني غير تاخذ بعين الاعتبار الملاحظات ديالهم تسهيل عمليه المرور وكيقول واخا نتسناو ماشي مشكل غير نتسناو في شي ظروف اللي زعما محترمه. دابا الناس اللي راهم كيسمعونا غادي ياخذوا طونجيميد في هذا الصيف دونك مساله من يدخل بلادهم ماشي مشكل الناس سورتو في لو روتور كيبغوا تماك في الناس كيبغوا دغيا دغيا. حنا لا كونكلوزيون اللي درنا وصلنا لها العام اللي فات وكنظن انها هي المقدمه ديالنا ديال هذه السنه هي اننا السنه الماضيه 2015 كانت نوفو ستوندار دو كاليتي اللي ما يمكنناش نعاودوا نرجعوا للور
صديق مسألة ديال الناس دازوا في أقل من ساعتين خصها تولي مضمونة في ميناء طنجة المتوسط. داكو. وحنا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا، لي مويان نو فاليزيني سوغ أوكان مويان باش هذا لو ستوندار يبقى، حيت الناس اللي دازوا السنة الماضية تيقولوا صافي الحمد لله المشكل تحل، ما يمكنش يعاود نعاودوا نوقعوا فيه، والتنظيم وصل لواحد النيفو دو ماتوريتي اللي كيلبي الطلبات ديال أبناء الجالية المقيمة بالخارج. والله جنة الحظ الظن. سي حسن عبقري مدير ميناء طنجة المتوسط لركاب، كنشكروك على تلبية الدعوة، وغير نخليوكم تمشيو لنا عندكم لقاء مع الجمعيات المغربية في القنصلية العامة للمملكة المغربية في بروكسل. وانا اخواني اخواتي هذه كانت حلقة استثنائية، لان البرنامج كيبدي مع السبعة كالمعتاد. اليوم بدينا شوية قبلنا، الضيوف ديالنا هما جاوا بالمغرب، حنا تأدبتينا وسهلنا عليهم المأمورية ودزنا دغيا باش يمشيو للمواعيد ديالهم. تمناو حتى هما من حنا نمشيو عندهم ضيوف نحلوا عندهم هذاك النهار في الميناء، حتى هما دغيا يسربيونا باش يخلونا نمشيو عند الاحباب ديالنا والعائله ديالنا. شكرا، الى اللقاء.